بعدما اعتقلت شرطة غرانادا بيل وأدخلته السجن، صدرت الأوامر بقتله، وطلب من الطبيب حقنه بمادة سامة تقضي عليه. وفي هذه الأثناء قطعت جماعة من الغجر الأسلاك الكهربائية ليعم التمام، كما قامت بأعمال الفوضى في البلدة. وانتهز المهربان مونوز وميندوزا هذه الفوضى ليتسللا إلى زنزانة بيل ويفكان قيوده ليقتاداه ويسلمانه للشرطة، لكن الكلب فهم قصدهما وكان أقوى منهما فقيدهما بالحبل وهرب. سيباستيون من ناحيته تابع مع بوتشي التفتيش عن صديقه بيل في الجبال الوعرة، وداهمته الذئاب وهجمت عليه لافتراسه. وفجأة ظهر بيل واشتبك مع الذئاب. فرح سيباستيون بلقاء بيل فرحا عظيما، خاصة أنه لم يكن ينتظر وجوده في هذه الجبال وفي هذا الوقت بالذات. بفضل مساعدة فريق الغجر له، كذلك مساعدة ريكاردو ومينغو الذي لعب دورا هاما، سيتمكن سيباستيان من العودة إلى جبال البيريني ولقاء والدته التي طالما تمنى رؤيتها. هذا هو القطار الذي ستستقله. جميل أن أتمكن من العودة بواسطة القطار، شكرا جزيلا لك سيلبا. يسعدني أن أراك مرتاحا أيضا. لا نريد أن نتأخر على القطار، هيا بنا. الوداع أيها العجوز سيلبا. الوداع. الوداع يا ريتا. حظا سعيدا يا سيباستيان، أتمنى أن أراك ثانية. وأنا أيضا سأعود برفقة أمي لأراك ثانية. انتبه لنفسك يا سيباستيان. الغجر سيساعدونك في الطريق، إذن لا داعي لأن يزعجك أي شيء. الوداع. الوداع. الوداع يا سيباستيان. الوداع. الوداع يا ريتا. الوداع يا سيلبا. إلى أين نحن ذاهبان يا مندوزا؟ لا تقلق، كنا محظوظين لأننا تمكنا من الهرب من مقر الشرطة. كاد بيل أن يكون ملكنا لولا أنه أفلت منا. لا تذكر هذا الأمر، لا أريد أن أتذكر ما حصل. هل تريد المساعدة؟ نعم شكرا، بل لم يستطع القدوم اليوم.
هاي أرجوك أن تأتي وتساعدني. ما الأمر؟ ماذا يجري؟ بسرعة يا سباستيان، هيا اصعد. جهزنا لك هذا الطعام. شكرا، الوداع. شكرا، حظا سعيدا يا سيباستيان. الوداع. حسنا، لننطلق ثانية. حظا سعيدا يا سيباستيان. انتهت إجازتي، الآن سأعود إلى المكتب لممارسة عملي من جديد. لابد أن يكون المفوض دييز شديد الغضب. حاول أن تعمل لصالحنا يا مينغو. إلى اللقاء. الكلب الشرس الأبيض اختفى، وسيباستيان تمكن من الهرب. مندوزا ومونوز مفقودان. ماذا جرى يا جونزارو حتى حصل ما حصل؟ لا يمكن أن يحدث كل ذلك. ألا يمكنك القيام بشيء دون مساعدة مينغو؟ ها؟ أنا صاحب الأصل النبيل وأعمل مع مينغو يا للأسف. هذا يكفي، أصلك النبيل لم ينفعك كشرطي. أرجو أن تعود بسرعة يا مينغو. نعم، أنا أيضا جاء يا بوتشي. يوجد الكثير من الطعام. خذ يا بوتشي، وأنت أيضا. نحن محظوظان يا مندوزا. هذا صحيح، لقد أخذنا نفس القطار لنحاول اختيار الوقت المناسب للنيل منهما. على أي حال بدا الطعام لذيذا جدا. كن صبورا، الصبر هو ما نحتاجه في أوقات كهذه. قليلا عن موعدك. نعم، لقد ساعدت راعي غنم في تجميع غنمه. أحضرت المعلومات أيها المفوض. حسنا جيد، أخبرني كل شيء بالتفصيل. الماشية أوقفت القطار. هذا ليس له أي شأن في قضيتنا. لكن هذا أمر غريب، سأتصل بالمحطة. لا يمكنني القيام بعملين في آن واحد. هل انتهيت؟ نعم. حسنا، هيا بنا. حسنا، إنه مصر. ألو، هذه محطة كارتينا. ماذا؟ نوقف القطار؟ كلا كلا، لا نستطيع. لماذا تصرخ هكذا؟ نعم نعم، أنا آسف، لم أكن أعرف شخصيتك. لا،
أعتقد أن الأمر مستحيل، لقد انطلق القطار ولا نستطيع إيقافه. ما هي المحطة التالية؟ إنها محطة ماجور. حسنا، محطة ماجور. لن أدعك تفلت مني أيها الكلب الشرير. ماذا جرى له؟ إنه إنسان غريب. حسنا، سنصل في الوقت المحدد إلى محطة ماجور. ها هي العلامة. ماذا يجري هنا؟ هل أنت في الداخل يا سيباستيان؟ العجوز سيلبا طلب مني المجيء إلى هنا، أخرج إذا كنت في الداخل. هل أنت سيباستيان؟ استبدل القطار الآن. استبدل القطار. يبدو أن الشرطة اشتبهت بالأمر وهم يحاولون إيجادك. الأفضل أن تستقل القطار المتجه إلى لامانشا بسرعة من هنا. هيا يا سيباستيان. تعال يا بيل. لحظة لحظة. أنت تنظف ما خلفته وراءك؟ نعم، كاربون على امتناني لهم. حسنا، لنسرع. هيا بنا من هنا. من هنا. لنركض. هيا بسرعة. هيا. لنجد الكلب الشرير، قد يكون مختبئا في أي مكان، ابحثوا عنه بدقة. اصعد يا بيل. حذراً، ليس لهذه العربة باب. سأكون بخير. القطار لن يتوقف حتى يصل إلى سفح جبال الترينيه. يوجد خبز وجبنة وماء في هذه الجعبة، أعطني هذه سأرميها بعيداً. شكراً لك. حضور قاتل. خذ حذرك إذن، هيا اختبئوا. هذه هي العربة القادمة من غرناطة. حسنا، فتش كل العربات وتأكد منها. حاضر سيد. قد يأتون إلى هنا بحثا عني. لم نستطع إيجادهم، لكننا وجدنا شخصين هاربين. شخصان؟ نعم، يبدو أنهما مطلوبان. ها هما. كم نحن التعيسة الحظ يا مندوزا. تبا لما كل هذه الجلبة. أمر غريب. أنا المفوض، أرجوك أن تأتي إلى هنا، وجدت هذه في العربة. ما هذه؟ إنها وبرة كلب طويلة. هل تقصد
فتشوا جميع العربات الموجودة في المحطة. حاضر سيدي. هل هناك أي قطار آخر متجه نحو البيرينيه؟ مهلا. نعم يوجد واحد آخر. أي واحد؟ ذاك القطار. بسرعة. ايه توقف. اوقف القطار فورا. حتى الاوان. أين المحطة التالية؟ يتجه إلى البيريني دون توقف. ما هي المحطات التي يمر بها؟ بيسكا، هيدن، سراغوسا. توقف. شركة لامانشا موجودة في هيدن. سنتصل بهم ونطلب منهم إيقاف القطار لأسباب اضطرارية، ثم أريدهم أن يفتشوه بدقة. شكرا سيداتي سادتي، إليكم نجم السيرك كارول العملاق محطم السلاسل. انظروا إلى هذه. سأقطع هذه السلسلة فورا. صفقوا لي إذا تمكنت من ذلك، وإذا فشلت فلن أظهر ثانية أمام الجماهير. صدقوني لن أظهر ثانية. لا خدع. تأكد منها إذا كنت تشك. تفضل. فعلا إنها قوية جدا. نعم قوية، أبي لا يغش أبدا. هل أستطيع البدء الآن؟ راقبوني جيدا. كل شيء جاهز. راقبوني بحذر جميعكم، راقبوني. خذ قبعاتك ومر أمام الجميع. خذ قبعاتك فرو. هذا يكفي. هيا اذهبوا جميعا. أسرعوا. هيا أسرعوا. انتظر قليلا أيها القائد، أريد أن أجمع بعض المال. اخرس. لا يمكنك حضور العرض دون أن تدفع الأجرة. إنها مهمة طارئة. بعد نصف ساعة سيصل الكلب الأبيض برفقة الصبي على متن القطار المتجه نحو البيرينيه. سنوقف القطار ونقوم باعتقالهما. يجب أن لا يتمكن أحد من المرور، مفهوم؟ الكلب الشرير بيل وسباستيان. هاي كارول، أريد أن أحدثك. ماذا تريدين؟ معلومات من سيلفا عن كلب أبيض وصبي متجهان إلى البيرينيه. عرفتهم، إنهم أصدقاؤنا.
يطلب منع الجنود من إيقاف القطار. هذا مثير جدا. المطلوب إيصال الولد والكلب بأمان. فهمت، وماذا يجب أن نفعل؟ لا تدعى الجنود يقفون القطار. هذا أمر مستحيل. ستحدث متاعب جمة لو حاول القرويون ذلك. فهمت، الأمر سهل علينا، لن تحدث متاعب في المستقبل إذا لم نعد إلى هنا. سيلبا قال إنك ستقوم بالعمل على أكمل وجه، وسيسامحك لأنك سرقت سرة إيزابيل. حسنا، هذا يكفي. إيزابيل تحبك. أسكت. لكنني لن أتمكن من اللحاق بهما. القرويون سيعيقونهم حتى تتمكن أنت من الوصول. أسرع. حسنا، هيا لننطلق يا بيرو. الجنود راحل دون دفع الأجر يا أبي، يجب أن يدفع الثمن. سنلقنهم درسا بأن كل شيء يجب أن يدفع ثمنه. هيا أيها المحرك. بيرو أمسك بالمقود. حصل لنا أبي، هيا. سوف أبدأ بدفع العربة، استعد. هيا هذه السيارة ممتعة. بدأ يعمل. حظا سعيدا يا كارول. تبدو متحمسا جدا. طبعا. جبال البيرينيه الجميلة يا بل، هل تعتقد أننا سنصل إلى جبال البيرينيه قبل أمي يا بل؟ كم أنا مشتاق لك يا أمي. سيباستيان وبيل، سأعيدكما إلى جبال البيرينيه. لم أحب سماع ذلك يا أبي. شكرا يا بيرو، سنلحق بسيارة الشرطة ونعيقهم. الكلب الأبيض الشرير الموجود على متن القطار هرب من شرطة جرانادا قبل أن يتم قتله بالسم. قالوا إنه شرس جدا، باستطاعتكم إطلاق النار عليه فورا. بيرو متحمسان جدا للقيام بما طلبه منهما العجوز سيلبا، لكن هل سيتمكنان من النجاح بمنع الجنود من القبض على بيل وسيباستيان؟